وفي لقاء أجرته مفادة تلفزيون المصري أميمة تمام، أكد أحمد المعصرة أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من الأردن أن التنظيم جيد، وأن هناك الكثير من الموضوعات الثرية لتبادل الرؤى والأفكار مع شباب العالم. نتابع. تنظيم كامل على أتم وجه، ما واجهنا، كل ورشات العمل كانت متخصصة. الافتتاحية اليوم كانت رهيبة جدا، يمكن من أفضل الافتتاحيات في تاريخ المؤتمرات بالنسبة لي. يعني ما هو أكثر ما لفت نظرك في افتتاحية اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اولا بوجه تحيه لكل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكره على المبادره بدعوه الشباب لمصر. طبعا اللي لفتني اليوم في الافتتاحيه اللي هي تعدد الجنسيات، التعدديه الثقافيه اللي عرضت في الفيديوهات واللي انحكى عنها، وكيف انه نحن لازم نعيش في العالم، مش لازم نعيش منغلقين على حالنا، لازم كل العالم يتشارك، ما نحارب بعض، لا نعيش مع بعض. فهي كانت اكيد شغلات يعني يمكن اول مره بتنحكى في مؤتمرات بتخص الشباب، يعني شغلات زي بالجديه هاي وبالحرفيه وبالاتقان هذا اللي صار. يعني يعني قد تكون احدى او احد الهواجس اللي كانت موجوده عند معظم اللي جايين هو الاجراءات الاحترازيه. انا عارفه ان حضرتك حاليا يعني خلعت الماسك علشان اللقاء، ولكن الالتزام الكامل والشديد هنا بارتداء الماسك، يعني كيف رايت من وجهه نظرك الاجراءات الاحترازيه منذ بدايه رحلتك وحتى الوصول الى هنا؟ بصراحه لا، وانا في الاردن لما حكوا انه في ما يقارب من 5000 ل 10000 شخص حيكونوا موجودين، انا كان عندي تخوفات، بس لما وصلنا لمطار الأردن كان في إجراءات من المصريين ومن من شركة الطيران المصرية، كان في إجراءات رهيبة جدا، كان في تنظيم عالي جدا. ولما وصلنا القاهرة ووصلنا شرم الشيخ ونزلنا بالفندق عملنا بي سي آر فحص الكورونا، وكل يوم نعمل بي سي آر، وكل يوم بتابعونا المنسقين متابعة شديدة جدا لهذا الإشي، فأبدا ما ظل تخوف عندي لموضوع الكورونا.